أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية في العراق. قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ عام 2006 وحتى الآن. وكانت لجنة النزاهة النيابية قد كشفت عن إحالة وزارة الكهرباء 4 عقود إلى شركة فاسدة بقيمة 3 مليارات دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن العراق صرف أكثر من 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ العام 2003. أفادت وكالة رويترز أن العراق يقترب من إبرام اتفاق مع شركتي النفط العالميتين بريتش بتروليوم وإني بشأن مشروع خط أنابيب متخصص للتصدير. وقالت الوكالة أنه بموجب اتفاق مقترح بقيمة 400 مليون دولار ستقوم بريتش بتروليوم البريطانية وإني الإيطالية بإدارة مخطط لبناء خطي أنابيب بحريين لتصدير النفط من جنوب العراق عبر الخليج، مضيفة أن أعمال خطوط الأنابيب كان من المخطط أن تكون جزءا من مشروع أكبر بقيمة 53 مليار دولار كانت شركة إكسون موبيل تستعد لإنجازه في وقت سابق، لكن اتفاقا مع بغداد توقف بفعل خلافات تعاقدية. كشفت اللجنة المالية النيابية عن مطالبة حكومة كردستان العراق للحكومة في بغداد بتسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان ضمن موازنة العام 2020. وقالت عضو اللجنة ندى جودت إن تلك الطلبات مستفزة لبغداد كون حكومة كردستان تبيع النفط بمعزل عن بغداد دون تسليم أي برميل، وتطالب بالمقابل بتسديد رواتب موظفيها والخدمات فضلا عن رواتب قوات البيشمركة والأسايش والشركات النفطية. وأوضحت ندى جودت أن وضع بند ينص على زيادة مستحقات كردستان العراق وتسديد مليارات الدولارات للشركات الأجنبية سيؤدي إلى إشعال المحافظات الجنوبية والوسطى ضد الحكومة. حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من وجود عقبات تحول دون توفير بيئة ملائمة للشركات الاستثمارية الأجنبية في العراق. وقالت عضو اللجنة ندى جودت إن الشركات الاستثمارية غالبا ما تخشى العمل في العراق بسبب الروتين القاتل والقوانين المحبطة التي تقف خلفها أيادي فاسدة تحول دون نجاح المشاريع الاستثمارية. وبينت ندى جودت أن جميع الدول تنظر للعراق كفرصة استثمارية ضخمة، لكنها في النهاية تصطدم بعراقيل قانونية وفساد إداري فتهرب إلى دول الجوار. أعلن مصرف الرافدين منحه قروضا تصل إلى 100 مليون دينار للموظفين والمواطنين لشراء شقق سكنية في المجمعات الاستثمارية. وقال المصرف إن العديد من الشركات والمستثمرين قدموا وثائق للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية، مبينا أن المصرف قرر منح قروض تصل ل 100 مليون دينار للموظفين و 50 مليون دينار للمواطنين لشراء شقق سكنية في تلك المجمعات. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. ختام أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.